والله العظيم والله العظيم ما كلمتها ولا ليا دعوه والله ولا شفتها ولا وقفتها ولا كلمتها. هي اللي قاعده تقول حراميه ايه الحراميه هي وسابتني وجيت عشان عارفين ظروفي وعارفين اللي انا فيه وعارفين اللي شلاني فيه وبشتغل انا في الطابونه والله والله ما ليا حاجه بحد ولا ليا اي حاجه بخسرت حد ولا عمر مديد على حاجه بحد وصلوا عليا الدنيا كلها وبلا قدز امنا ومنينا من بابا الله وبشتغل عندي ده وعندي دي اقسم بالله انا عملت حاجه غلط في حياتي ولا برضى بالاهلي بالله العظيم بالله العظيم ما لعبت حاجه في حياتي بالله ما لعبت حاجه في حياتي ولا كان قصدي ان انا اتسلقت حياتي حسبي الله ونعم الوكيل حق كسرانه انا وعيالي حسبي الله ونعم الوكيل حق كسرانه انا وعيالي وكسرت روحي ومخليني نايم ولا عارف اكل ولا اشرب ولا نايم منهم بالله منهم بالله وحق هيجيلي يا رب والله حق هيجيلي بالله بالله ما لي صح اي حد واقف جنبي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب طول ربنا جنبي والله ما يتخلى عني بالله العظيم لو المركز شايف علي حاجه ما كان طمن عني بالله بالله خليني استاذ احمد وجهاد يا رب يا رب. مساء الخير متابعينا الكرام اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان بنرحب بيكم في تغطيتنا المستمره من داخل محافظه الدقهليه وللاسف الشديد ياما في الحبس مظالم وجنون وهوس السوشيال ميديا تسبب في ظلم واحده بتسعى لاكل عيشها. طب تعالى في الهوا معايا للأسف الشديد متابعينا الكرام زي ما حضراتكم متابعين معانا وشايفين الست ام هدير وحالتها الصحية وطبعا للأسف يعني بنعتذر عن سوء الشبكة لكن ست هدير سيدة بسيطة جدا وحالتها المادية صعبة جدا وزوجها مريض ومعاها بنتين وبتشتغل في مخبز عيش بقالها أكتر من 6 سنوات هنا في مدينة السبلاوي. للأسف الشديد هي شبينتها ان هي بتاخد العيش وبتبدأ توزعه للناس في البيوت وفي إحدى القرى المجاورة الناس اتهموها ان هي بتسرق الاطفال وبدأوا ان هم ربطوها بحبل وتعدوا عليها بالضرب وهنعرف القصة بالاكتر من الست ام هدير. قولي لنا ايه اللي حصل يا ام هدير؟ بالله العظيم ماشية في حالي بالله ماشية في حالي مالية دعوة بحد لقيت عمالة تقول حرامية الحرامية قلت لها بينا انت اللي كلمتك ولا جت لي حتك وسبتها ومشيت لقيت راحة جايبة اخويا وما مسكت من الشعر ولعبت ليش تقول استاذ احمد عباد يا رب وقف جنبي بل انا مسكت. قولي انت مهنتك انت بقالك 6 سنين بتشتغلي في مخبز عيش يا ام هدير. ايوه اولا حقك علينا وربنا انتشر على نطاق واسع جدا وتسبب والله اللي اقسم بالله كنت رايحه توزعي عيش هناك. لا كنت رايحه راح الناس بتضربني هناك انا ما كنتش راح. انت بتشتغلي في مخبز العيش وكنت رايحه في البلد دي في ناس معارف يعني معارفك هناك بيرادوك بيرادوني اختطت عايزه تختطي والله اقسم بالله انا كلمتها ولا عينيا جت عليا اقسم بالله وحلفها لا تسال عليا لقيت اللي امها جايه جري معايا بنت الكلب يا وسخه يا حرامي انا جايبه لها من شعري ونصب عليا بالعجل والطوب والحبل وكل بقى ربطوكي في عمود ربطوني في اللي ما انت شايفه كده ربطوكي في شباك بحبل شباك حديد وراح جاي لطش في امها ربطوني بالطوب هنا وكسرت الدور يا بنتي اللي ما اخد نفس حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل استاذك احمد عماد الناس اخذوا الفيديو صوروه بقوا صوروني وانا مكتفه ولادك قايم شافوا الفيديو ازاي على الناس جيراننا هناك جيراننا قبل ما توصلي هنا كانوا ولادك عارفين؟ ايوه بقول المبدأ جاي اللي جاي في البوكس اي ماما في اي ماما بيعيطوا طول ما فيش حاجه انا هطلع انا هطلع لا يستر الكابتن احمد دايسه يا رب لا ينجيه لا ينجي احمد احمد دايسه يا رب واقف جنبي وجنبي انت كنت بتقول لهم لا انا مظلوم انا ما عملتش حاجه حد سمع لك والله ما حد سمع بقى لطشه وخلاص لا يا رب تسفي اللي جاي بيكمل عليك اللي جاي مش عاوز يسمع لي يا جماعه والله ماني من مش مننا يا جماعه والله اسالوا عليا يا جماعه والله العظيم اسالوا عليا انا والله ما اعرف كل حته والله مش اول مره نزل هنا يضربوا فيا رايح جاي كلمينا عن الحاله النفسيه اللي بناتك فيها دلوقتي عيني زعلانين زعلانين عنك قرين صعبانين عليا كسرة قدام الناس كلهم اسرع علينا زميلي بنت الله ما تشتمش معايا ما تشتمش معايا ولا تكلميني اسم الله على نعم الوكيل كل اللي كسر بنتي انا عايز حقي عيالي يرجع لي وعيالي يتنفس وتعرس ويمشي تاني زي ما كانوا ماشيين تاني كان احسن ناس في الدنيا والله انا على قد ما انا فاهمه وما مش قد قد عايشه انت على راسنا من فوق ليه خليكي من ليه جيب الحق وحق عيالي يا شيخه ليه خليكي عيالك تجيب الحق وحق عيالي
تقولي ايه للي صور الفيديو؟ حسب الله ونعم الوكيل والذي فيه الحمد ثم يرفع. حسب الله ونعم الوكيل يا رب. مش ده اللي قلت لك عليه؟ ده ما ينفعش كده. ده اللي انا قلت عليه. ما ينفعش. اصبر الله ونعم الوكيل. تمام اتفضلي. يا رب انت بتظلم. حسب الله ونعم الوكيل يا رب. ده اللي انا قلت عليه. يا رب انت ظالم يا رب يا رب يا رب انت ظالم. لو اللي صورت الفيديو ده شايفك يا ام تقول له ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل. كل يوم جنبي يجيب حقي وحقي عيالي. مش اي حد يشوف من مشهد يصوره فيديو وينزله على الفيسبوك بيسبب ان هو بيدمر ناس ويدمر نفوس. أيوة أيوة ويدمر عيال. بناتك عمرهم كام سنه؟ وعندي واحده في ثالثه ثانوي اعدادي وعندي واحده في الثانوي. واحده في الثانوي وواحده في ثالثه اعدادي. واحده في اعدادي. وبداوا زميلاتها هم يقولوا لهم لا ما تمشوش معانا. أيوة. يا بنت راح الدرس النهارده جت معيطه يا ماما البنت بتقول لي ما عادش تمشي معايا. لا يا بنت قالت لي كده ما تمشي معايا بابا بيقول لهم ما تمشي معايا. لكن لما تم القبض عليك رئيس المباحث عمل التحريات واثبت بالفعل والله ان الحمد لله ان انت ده لو علي حاجه ما كانوا طلعوا بالله ما كانوا طلعوا ده بالفعل يعني. واقسم بالله استاذ احمد انا جدوي بجد واستاذ اسامه ربنا يخلي لي عيال يا رب كمان اللي بيشتغلوا عند مراته بقول لها عايش وبيجيبوا قدام الدار وفلوس وكل حاجه واسالوه والله. انت في اللحظه دي حسيتي بايه ام هدية؟ بدأت والله اتكسرت والله اتكسرت. كنت عايز الارض تشق وتبتعد على تكتفي الذي فوق بلاش تشوفني. تسوي الوقت لحد جه البنت الوقت. نفسك تقولي للناس اللي معاها الفيديوهات دي تحذفها؟ يا رب ينفعها خالص يا رب ما تشوفش منظر دي بس حالة تنزل ترجع لي رد شرفين وحياتي. احنا بنرجع احنا معاكي يا رب وبنثبت ان انت يا رب رد شرفين وعيالي وان انا زي ما كنت اقابله معاك يجيب لي حق عشان ما عشان الفلوس ومعاه ولا انت معايا في حياتي يجيب لي حق ويجيب لي رد شرفين وعيالي. انت ست بسيطه لكن عايشه بشرف. والله بتقال عليا الشرع بتقال عليا. احنا شايفين في ناس هنا في السنبلاون بتدعمك يعني عارفينك وزعلانين عشانك. لا بالله ما وشتي كده ودخلت بيوت كتير مستشارات وامن شرطه وكل الدنيا والناس كلها عارفاني والله عمر ما عملت حاجه في حد ولا كنت حاجه في حد. قولي لي الاصابات اللي فيك ايه يا ام هدية؟ العجله كانت ظاهره في الصفحه دي يعني الصفحه دي وكان بيغلطني اللي معاك انا بدافع عن نفسي كسرت مني وكانت مكسره وضارب الخشب من ورا على ضهري من ورا بقيت ضرب كله مضرب في كابوس. حسبي الله ونعم الوكيل يا رب. مش هقدر اقول من الحق هيجري ان شاء الله. تقولي ايه للناس اللي ظلموكي وتعدوا عليكي بالضرب؟ كان عددهم كتير يا ام هدير. كتير زمان شايفاهم في الفيديو البلد كلها كانت مقلوبه عليا. واللي تقول لي امشي امشي بعيد عني امشي بعيد عني والله يا حاجه ما ظلمت تقول لي امشي امشي بعيد عني ما تجيش تحيتي. اسم الله ونعم الوكيل دي اللي انا اقدر اقوله يا رب. وحق هيجي لي ورد شرف هيجي لي وبناتي والله والله اقسم بالله ما ليا في كده. حسب الله ونعم الوكيل يا رب. حسب الله ونعم الوكيل يا رب. لا اله الا الله. حسب الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا معاك يا ام هدير وان شاء الله باذن الله. ايوه